السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم مرة تانية في حلقة من برنامج سلامتك. هنكمل النهاردة كلامنا عن موضوع القدم السكري اللي كنا بدأناه في الحلقة السابقة، وكنا بدأنا هذكركم في دقيقتين اللي كنا وصلنا له، إن إحنا كنا بنناقش أسباب القدم السكري وليه القدم أكثر عرضة من اليدين بالنسبة للقدم السكري، وقلنا هذا الكلام. وقلنا ان اول حاجه بتحصل هو ضعف الاعصاب والتهاب الاعصاب بسبب السكر سنوات طويله بدون اهتمام او بدون تشخيص او بدون التزام بالعلاج او بدون ضبط السكر، بيؤدي الى تاكل الاعصاب ويؤدي الى ضعف الاعصاب. واتكلمنا على اول نوع منها اللي هي الاعصاب الحسيه، واتكلمنا وقلنا ان ازاي مريض السكر اللي عنده التهاب الاعصاب المتقدم دوت ما بيبقاش حاسس بالالام بتاعه الحاجه تشكه في رجله، او ان الام الاوعيه الدمويه او الالتهابات او شيء من هذا القبيل. وبرضه قلنا ان هو احساسه بالحراره ما بيبقاش كويس، وممكن يتعرض الى حروق من ان هو من ميه او من قربه ميه مثلا بيدفي بيها رجله، او من ميه بيحاول يتوضا بيها او بيغسل بيها رجله ممكن يحصل حروق لان هو مش قادر يشعر بالحراره الطبيعيه، احساسه بالحراره مش طبيعي، فبيبتدي يحصل عنده القصه دي. الحاجه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها الاحساس، اللي هو الاحساس العميق بتاع الرجل، خلاص اللي هو ان زي ما الواحد كده يغمض عينه ويبقى عارف ان ايده مثلا متطبقه او مفروده، يبقى حاسس بوضع ايده او وضع رجله. دي حاجه ربنا خالقها ان المخ يبقى عارف وضع الرجل دلوقتي متنيه او مفروده او ايه وضعها بالظبط، حتى لو الواحد مش باصص. ده بيساعد المخ على ان هو يعدل من اوضاع الرجل، مثلا اذا كنا ماشيين على ارض مش ممهده، او ماشيين مثلا في حته فيها مطلع او منزل او حاجه زي كده، بيحاول يوائم حركه العضلات بتاعه الرجل بحيث انها تتخذ الوضع المناسب ليعمل توازن كويس للجسم من غير ما يؤذي القدم. دي حاجه بتحصل لا اراديه بين المخ والرجل عن طريق الاعصاب الداخليه اللي هي مسؤوله عن الاحساس بالاتزان والاحساس الداخلي. عدم وجود او هذا الاحساس او ضعف الاحساس بتاع الاعصاب او التهاب الاعصاب يؤدي الى ان المخ ما بيتصلوش معلومات كافيه عن وضع الرجل الحالي، وبالتالي ما بيقدرش ياخذ اوامر مناسبه واوضاع مناسبه للقدم تحافظ على القدم من الاصابات او تعمل توازن كويس للرجل. فنجد ان ضعف الاعصاب الاحساس الداخلي ده بيؤدي الى ان الواحد ممكن يفقد توازنه او يقع بسهوله، مثلا ان هو بس مجرد يمشي على ارض مش ممهده قوي يبقى سهل ان مريض السكر ان هو يتعرض الى سقطات بسهوله، يتعثر بسهوله في حاجه بسيطه خلاص نتيجه ان هو مش قادر ينظم القصه دي. الحاجه الثانيه ان عدم وجود الاحساس ده من المخ كويس بيخلي ان الرجل ما تاخدش الاوضاع المناسبه زي ما اتفقنا، ده بيعرض اجزاء معينه من القدم الى ضغط زائد من الجسم. الرجل ربنا خلقها ان يتم توزيع وزن الجسم على عظام الرجل بشكل متساوي، زي بالظبط الواحد لما يمشي على الرمل كده بصمه رجله على الرمل بتبقى عامله ازاي، بتبقى زي الكعب والخمس عظمات بتوع الصوابع والعظم الجانبي بتاع القدم. في حالة القدم السكري لا، الموضوع ما بيبقاش ان الوزن متوزع بالتساوي على الاجزاء العظام دي، لا ممكن الوزن كله يبقى موجه على نقطة معينة اكتر من نقطة اخرى خلاص، نتيجة ان المخ ما بتصلوش معلومات كافية عن وضع القدم، فالقدم بتأخذ اوضاع مختلفة في كل مرة. ده بيؤدي الى ان الجلد في هذا المكان يتعرض الى ضغط مستمر وضغط عالي جدا، بيبتدي يحصل سمك في الجلد كمحاولة ان هو يحمي نفسه من الضغط المباشر دوت، وبعد كده هو بيبتدي الجلد يحصل فيه تشققات وجروح، ويبتدي اللي احنا بنسميها قرحة القدم السكري، ان الجلد يفتح وما بيبقاش التئامه لوحده سهل لان هو برضه متعرض لصدمات، فكل ما بيجي يلتئم الجلد في هذه المنطقة يرجع يفتح تاني خلاص نتيجة لضعف الإحساس الداخلي اللي زي ما اتفقنا عليه. الجزء